هي بتيجي في السن الاكبر شويه في حاجتين او في كذا حاجه مهمه جدا الحاجه المهمه الاولانيه التهاب العصب البصري اللي هي الاوبتيك نيورايتس التهاب العصب البصري ده بيجي في فئتين عمريتين 20 سنه سيدات عاده وبعد ال 55 60 سنه 70 سنه والاثنين ليهم دور مهم ومردود مهم ليه لان ال 20 سنه ده اصبح مرتبط ارتباط وثيق نوع من الامراض بتيجي في المخ وفي الاعصاب اسمه التصلب المتعدد والحياة التصلب المتعدد ده بفضل مجهودات حياة ناس جميلة ابتدى ياخد اهتمام في مصر ما كانش حد يسمع التصلب المتعدد وكانش له علاج وكانت الدنيا زهقانة والكلام ده فاصبح ايه هو التصلب المتعدد شفتوا الطبقة العصبية اللي هي بتاعت تكبر البيضة اللي هي بتاعت تدخل في العين في تاني صورة بعد العصب بصر السليم هذه المادة المادة الدهنية اللي موجودة في المخ في بعض أماكن المخ تبتدي تذهب تختفي وعند اختفاء هذه المادة العازلة يصيب التهابات شديدة أعصاب كثيرة منها العصب البصري هي المادة دي البيضاء اللي هي مش المفروض تبقى موجودة هنا دي موجودة في الغشاء في العصب البصري من ساعة ما يطلع من العين لغاية ما يوصل المخ وموجودة في القشرة الخارجية للمخ يحصل إن هذه المادة البيضاء يتكون فيها تفقد يكون فيها بعض الحفر وتفقد وده يصاحبه التهاب حاد في العصب البصري التهاب حاد في العصب البصري يبقى معاه ضعف شديد في النظر الواحد فعلا جاي مش شايف وما بيجي مش شايف بنعمل له مجال ابصار وبنطلب في السن الصغير يعمل لنا رنين على المخ ليه لان لو لقينا شخصنا تصلب متعدد يبقى ده هيتحجز وهيتاخد جرعات عاليه من الادويه المضاده الشديده للالتهاب لوقف الضرر ووقف تدهور المرض وبنحاول نتعاون مع دكتور الاعصاب عشان يبقى العلاج وافي وشامل ضد مرض التصلب المتعدد لان نعرفه وابتدت توجد له علاجات حديثه توقف تدهور المرض وتحسن الاوضاع لما اللي بيجي لحد التهاب العصب البصري قد يكون ايضا مصاب سكر ولكن مصاب السكر اخف شويه الدرجة اخف شويه ونتائج النظر ساعات النظر احسن شويه من الوضع الطبيعي ثالث اشهر سبب التقدم في العمر فوق ال 55 سنه لما بيجي حد فوق ال 55 سنه عنده فقدان حاد في الابصار وده العرض الرئيسي لالتهاب العصب البصري ومعاه الضوء الصورة اللون قصدي ما بقاش بنفس الزهو بتاع زمان يعني يجي نحط له لون أحمر الأحمر بالذات مهم قصاد عينه اليمين اللي فيها المشكلة وعينه الشمال يقول لك يا دكتور اللون هنا زاهي اللون هنا مطفي جنب تدهور شديد في الإبصار المشكلة اللي فوق 55 سنة إن قد يكون ده يعكس حاجة أخرى ليها دعوة بانسداد يعني انسداد الأوعية الدموية الدقيقة في الجسم كله فبالتالي الشخص اللي بيجي فوق ال 55 سنه عنده اللي هو الالتهاب الحاد في العصب البصري نتيجه ضعف الغذاء بده اول حاجه بنطلبها بنطلب له رنين مغناطيسي بنساله على اعراض ليها دعوه بالمرض العام بتسخن بالليل لما بتيجي بتاكل في مشكله في اللي هو المندب اللي هو المفصل بتاع الفك ولا لا بيبقى في وجع هنا ولا لا في عرق نافر في جنب راسك وفي وجع بيجيلك ولا ميجلكش بيجي بنطلب سرعة ترصيب بتطلع عالية جدا وبنحجز هذا المريض بناخد عينة من الشريان المصاب وبنديله جرعات عالية من مادة الكورتيزون على مدار ثلاثة أيام وبيكمل بعديها بأدوية أدوية عن طريق الفم عشان نوقف أو نحاول نهبط الضرر اللي حصل للعصب البصري ده وأهم من ده 100 مرة إن احنا نمنع أو نقلل فرص حدوث ده في العصب الناحية التانية